تمكنت القوات الأمنية من فض نزاع عشائري عنيف اندلع فجر اليوم الأربعاء بعدد من مناطق مدينة الصدر شرقي بغداد. وقال مصدر أمني إنه بعد اقتتال شديد دام لأكثر من ساعة في المدينة المكتظة بالسكان، تدخلت قوات أمنية وعسكرية كبيرة وطوقت القطاعات التي شهدت النزاع، مبينا أن القوة تمكنت من إيقاف تبادل إطلاق النار الكثيف بين المتشاجرين. واندلع النزاع في أحد قطاعات المدينة واتسعت رقعته بسرعة كبيرة في مناطق أخرى قبل أن تنهيه القوات الأمنية بعد ورود نداءات استغاثة من قبل السكان، فيما لم يكشف المصدر عن أي خسائر.